السلام عليكم، مرحبا بكم شيوات امينه. اليوم عندنا حرشه بدقيق ديال الذره والكوب. كنحتاجو فيها ربع ديال الدقيق ديال الذره، كنحتاجو ربع ديال السنيده، كنحتاجو نص ربع ديال الكوك، كاس ديال الزيت، ثلاثه ديال البيضات، ساشي واحد ديال الفاني، جوج ديال الخمارات، كاس ديال الماء، ربع ديال السميده رقيقه، شويه ديال الخميره ديال الخبز، وشويه ديال الملح. في القصريه كنديروا السنيده، ساشي ديال الفاني، البيض، شويه ديال الملحه. غنخلطوا كلشي حتى تذوبات السنيده. نبداو نضيفو الزيت، داك شوية ديال الخميرة، درنا ليه شوية ديال الماء، وكنخلطو مزيان حتى كدوب السنيدة. بعد ما كدوب هاديك السنيدة مزيان مع البيض، دابا غادي نضيف الخميرة. ديال الذرة، السميدة، نص ربع ديال الكوك. الا بانت لينا باقا جاريه شويه، الا بانت لينا قاصحه عفوا، كنزيدو شويه ديال الماء، شويه ديال الماء غير من الروبيني عادي بارد. الحرشه ما كتعجنش دائما، الحرشه كنحاولوا ما نعجنوهاش، غير كنجمعوا الخليط شويه ديال الماء، حيت باقي غادي تشرب، حيت فيها الكوك والسميده كيشربوا. خاصها ما تكونش قاصحه بزاف، تكون شويه من العجينه ديالها تكون شويه مرخوفه. دابا بعد ما تجمعات لينا كتشوفوا معايا رطبه، كنخليوها ترتاح واحد الخمسه ديال الدقائق. بعد ما كترتاح خمسة ديال الدقائق كنكوروها، نصاوبو منها كويرات على حسب الحجم اللي بغينا حنا، واش بغيناهم كبار اولا صغار، وكندوزوهم في السميدة. كنبركو على غير شوية بحال هكدا، وكنحطوها في لاطون. كنبقاو مستمرين حتى كنكملوا الكميه كلها اللي عندنا. الحرشه بعد ما استفناها في اللاطا كندخلوها للفران، كيكون مسخن من قبل، كيكون مسخن مزيان. ملي كندخلوها كنقصو عليها من التحت، كنشعلوها عليها من الفوق حتى كتشقق كلها، عاد كنشعلو عليها من التحت باش طيب من التحت حتى هو، وتحمر شويه من الفوق حتى كتشقق بهذا الشكل هذا. كتلاحظوا معايا كيولي الوجه ديالها كله مشقق، عاد كنخرج، عاد كنشعلو عليها لتحت باش طيب منه. هذا هو الشكل ديالها ملي كتخرج من الفران، كتجي كلها مشقه من الفوق، كنخليوها حتى كتبرد عاد كنديروها في الطبق التقديم.
بعد ما كتبرد كديرها في الطبق التقديم. هذا هو الشكل النهائي ديالها. كنتمنى وصفات اليوم تكون عجبتكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وفي الصفحة ديالي على الفيسبوك شهوات أمينة، وشكرا.